طيب ناخذ الفلور تو فلور ديستانس عندنا 4.5 مش هيك؟ هلا اذا مش متساوي في طريقه بهذا السوفت وير انه ندخل رو فيكتور، والرو فيكتور بيكون اقل طابق ارتفاعه لاخر طابق قبل الاخير ارتفاع، فندخلهم كماتريكس. بفرجيكم بالسوفت وير. هلا هون عندنا هذه راح تكون 6.3 ايه 1 وجي، او حتى بالمثال السابق كان نعمل ايه مثلا 1.2 او 1.3 ما راح تفرق كثير. 1 هلا تي ان وتي اوت 1.2 دور اوبننج تايم كان عندنا اظن 2 مش هيك، الدور كلوزنج تايم 3 الكابن كاباسيتي، هاي الكابن كاباسيتي الحقيقه مش كابن هي بي، هذه هون اللي هي 8.1 مش هيك كانت عندنا، ولا ايش صفنا بالاخر على قديش؟ 5.8 مش هيك بالحاله الاولى، فعندي هذه هون 5.8 اظن انه باخذ فراكشن هلا بنتاكد. عدد الانترنسز 1 عدد الفلورز 30 وايكوال الارايفلز ايكوال والبوبيليشنز ايكوال، فما في حاجه اني احط اي شيء من هون، اذا حطيت نوت ايكوال بدي ادخل رقم من هون. ار تي تي ما بحتاجه ولا عدد الاليفيترز بحتاجهم بالحاله هاي ولا لامدا بحتاجها، هاي بحتاجهم للاي تي تي الاي دبليو تي والار تي تي. فالمفروض اذا عملت رن من هون هلا في شيء ناقص، ايش الناقص اللي ما حطيناه؟ ممكن لما تشيل اوكي هاي لا في شيء ناقص، خليني اشوف ايش اللي ناقص. لازم ندخل دي اف، دخلنا دي اف، لازم ندخل بي واي وجي دخلناها، تي بي ان تي بي اوت تي دي او تي دي سي بي دخلنا بي نمبر اوف انترنسز البايس وعدد الترايلز دخلناها. وين عدد الترايلز حطيناها؟ لا عفوا الايتريشنز مش حاطين احنا الايتريشنز هون. خلينا نجرب هاي بس بالاول اشوف، اظن ما حطيتش عدد الايتريشنز. هي اشتغل اوكي؟ حتى بفرجي هو بروجريس بس كانه لانه سريع ما فرجاش البروجريس هون. اوكي عندي 55.19 الرقم هذا مش بطال كويس حتى على السرعه الواطيه. فبهذا المثال اتس اوكي. هلا ليش احنا كان عندنا مشكله بالاول المره الماضيه؟ كانت السرعه 1.6 اوكي؟ فاذا عندي هذا الحل هلا بنكمل بنقول انه اي تي تي بتساوي 55.2 سكندز. نجرب الثاني كمان نتاكد. اكيد طبعا راح يكون احسن. فبنغير بس السرعه مش هيك؟ السرعه عندنا بتتغير هون ل 10 وبي بي قديش هون؟ 8.1 اوكي 66.96. هلا بدك تقرر انه ال 60 هاي مقبوله او مش مقبوله. انا شخصيا حتى رغم العدد الاكبر اللي هون يمكن بميل اكثر ل 6.3. 10 متر بالثانيه مكلفه جدا، بصير شيء صعب هاي. خلينا نحط هذا الرقم من هون اللي هو 66.96، وهون الاي تي تي 66.96 سكندز، وهذا الاي تي تي 55.2. الاي دبليو تي بنحسبه حسب المعادله هذيك ما راح يطلع رقم كبير، اللي هو بتتذكروا كان بي ماينس 1 على 2 في 1 على لامدا ماينس تي بي ان.